لا لا زعلك النهارده ولا لا؟ انا اللي الاستاذ انا سامر. بحذر. اه مش قلت له كبرك؟ لا انا بقول له كنت لا انا ده كنت لو تعرفوا كان بيعمل فيا ايه زمان بقى. طب ايه طب اللي كان بيحصل زمان؟ اصحاب عشره عمري يا نهار ابيض. لا لا عشره كبيره طبعا. لا بص حنجره مصر الذهبيه انا من ساعه ما عرفته ده كان تقريبا في اوائل الثمانينات. يعني اقول لك حاجه لا بقى اصل ناس طبعا هو فنان عجيب عجيب مش طبيعي بجد، انما بقى كل الصفات بقى الاخلاقيه العظيمه اللي احنا بقينا نفتقدها فعلا موجوده في عادل. موجوده حاجات بتفرقنا وبنختار يعني ننشغل عن بعض، هو انشغل في الشغل وانا انشغل، انما على طول على طول في اي ظرف كده ولا كده لازم الاقي علي قصادي، وانا والعكس برضو لازم علي يلاقيني. والحمد لله مع الوقت جاء بقى بمناسبه عيد ميلاده دي اللي هي كانت ايه، بدانا نرجع بقى تاني نتلم ونتقابل وقعدات اسريه. بس انت بس انت اصغر منه في السن. انا اصغر دي اللي عايزين نوصلها. هو علي بيقول اصغر بست شهور. اصغر بست شهور شهر تاول شهر شهر. اصل لقيت الناس يوم عيد ميلادي ده كنت عازم ناس كتير جدا، وكان لقيت معظم الناس بيقولوا عم صلاح، وعشان البرنامج اللي عمله مره كان عامل حلقات كده وكان الناس اللي بيقابلهم بس بس كتير حب لقب هو حب طبعا هو والله، وانا حابب اقوله يعني الحقيقه، لانه لقب فيه تفخيم يعني فيه فخامه كده وفيه يعني الراجل كبير مقامه كبير.